السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، الله متابعي قناة القنيطرة المدينتي. ندير واحد الدورة مطولة إن شاء الله في ولاد وجيه والمغرب العربي. هذه مدة طويلة ما درت الجولات في هذه الأحياء، في هذه الأحياء. يلا خليكم معنا. مقهى دمشق، العلامات المشهورة في هذا المكان.
قال لك شي واحد ما خادي ماش قرا لي ما خادي ماش. هاد الموطاكسي كلاكسون عليا وضحك، شافني كنصور عرفني واقيلا. الموطاكسي راه خصهم يتهلاو فيا، راه كنوريهم الدروبة. المقاطعة الحضرية الرابعة. مركز تكوين وتقوية قدرات النساء. ديما السؤال مطروح، واش قدرات الهجومية ولا الدفاعية؟
مركز التكوين المهني ولاد وجيه او المغرب العربي بيتو. المغرب العربي لا ايديا ولاد وجيه. ولاد وجيه مازلنا في ولاد وجيه التكوين المهني ولاد وجيه. اذا قربنا للعلامة المميزة في ولاد وجيه الا وهي الشاطو. سوق القرب ولاد وجيه اذا وصلنا لحدا الشاطو وبذلك نصل لنهايه الفيديو. لا تنساوش ديروا لايك وتحطوا شي تعليق ولو بسيط لان هذا يساعد في انتشار الفيديوهات ويحفزنا على تقليل المزيد، لان الجائزه ديالنا هي انتشار الفيديوهات القناه. اذا حطوا لايك وحطوا شي تعليق ولو بسيط والى اللقاء في جوله قادمه ان شاء الله.